بص يا كابتن، ماتش الترجي او النصف الاول من النهائي باذن الله بتاع الدستة بقى، واحنا الحمد لله كنا عاملين لها مكان النجمه لو حضرتك فاكر. هو ماتش الرجاله دي، هو ماتش الرجاله دي بتقول لجمهورها اللي السلوجان جمهوره ده حماه، هم اول ناس بيشعروه اللاعبين. هو ماتش زي ما لاعب الاهلي بيكافئ، هو ماتش يكافئ بيه جمهوره اللي هو حماه، يكافئ بيه مجلس الاداره ومحمود الخطيب، يكافئ بيه الاعلام الاحمر اللي ما بيسيبش حد يتغول ولا يتقول على اللاعبين، يكافئ بيه كمان الراجل كولر والجهاز الحقيقه. يعني مره بقى لعيبه الكوره هي اللي توزع مكافئات. انا شايفه كده، وشايف ان الفرقه تقدر باذن الله تعالى باللي وصلت له، جاء التدوير وجاءت انك تحط الاهلي كل 3 ايام واربع ايام لصالح النادي الاهلي، والحمد لله ان اللعيبه تعودت على كل واي ظروف. الترجي فريق معاه مدرب عنده شخصيه فرضها على لاعبته، لازم لاعبتنا تعرف انه الراجل طول الوقت هو اللي متحكم في الريتم من بره. انت عارف طبعا ان الكره مدارس، انا اتفرجت طبعا كتير. لا الناحيه الجماعيه عند صديقي واخويا ابو علي قال لي نفس الكلام، هو ده شخصيه الراجل الناحيه الجماعيه باينه قوي في طريقته. لعيبه الاهلي المفروض لو راحوا على الفرقه دي كتير من بدري هيحسسوهم يعني ايه انت كترجي باب سويقه وكل الكلام الحلو اللي يستحقوه، لكنك في مرحله فيها تغيير جلد، بينما الاهلي في مرحله متقدمه شويه من الجاهزيه. ان شاء الله يا رب تدوم ليوم المباراه ان شاء الله.